خلال صلاة الجمعة في مسجد ببلدة محاسن في محافظة الأحساء شرق السعودية، هجوم مسلح نفذه انتحاريان أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين. الداخلية السعودية أشارت في بيان لها عن رصد شخصين انتحاريين يرتديان أحزمة ناسفة أثناء توجههما إلى مسجد الرضا أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، وعند قيام رجال الأمن باعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه، وضبط بحوزته حزام ناسف. محمد اليوسي، العربية.